السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك عمر سليم، ودي ورقة نشرت في مجلة المربية العدد 31، بتتكلم عن تدريس البيم في الجامعات. هو البيم مش مفروض مادة واحدة تدرس وخلاص خلصت، لا، هي المفروض إن المناهج التانية بيتعمل لها أبديت. يعني حتى الأكواد مثلا نازل كود للبيم، طب وبقية الأكواد؟ هو البيم طريقة جميلة جدا بتسهل الشغل وبتديني إمكانيات أقوى بكتير، طب ليه بقية الأكواد ما تعملهاش أبديتد وتستبنى الموضوع دوت؟ يعني من الحاجات الجميلة جدا إن الكود بتاع الجرين بيراميدز اللي هو الهرم الأخضر في مصر في جزء معين للبيم، بيت دروات لو أنت تبنيت البيم، فبقية الأكواد المفروض دي تكنولوجيا جديدة، وكود البيم برضه لما يظهر التكنولوجيا الجديدة هو بيستفاد منها يبدأ يدخلها معاه، بحيث إن هي مش أكواد منفصلة أو مش مناهج منفصلة. تمام، يعني ما ينفعش مثلا يبقى في مادة بيم بتدرس وبقية المواد بتتكلم ازاي هنرسم مثلا بالاوتوكاد وبدوت، هو لازم يبقى في مانيوال، يعني لازم تبقى انت بترسم بايديك، دي حاجة مهمة جدا، مهارة ما ينفعش ان احنا نهملها، لان بتخلي الواحد يتخيل الموضوع ويفهم الموضوع اكتر. الاسبوع اللي فات كنت قاعد في الشركة ودخل عليها صديق او زميل يعني لسه عارفه جديد، فانبسط لما لاني جايب ورقة وقلم وعمال أرسم الحاجات رغم إنها موجودة على الكمبيوتر بس عشان أتخيلها وأفهمها أكتر. طيب الورقة دي فيها شوية بعض الاقتراحات على أساس إن إحنا ندخل منهج البيم والطلبة كلها تبقى عارفاه، بحيث إنها تبقى مؤهلة لدخول سوق العمل، لأن أغلب الوظائف حاليا بيشترط إن أنت تكون عارف البيم، فهو لازم يكون في منهج مكتمل يعني منسجم مع بقية الكتب والحاجات الموجودة، ويبدأ يتطور ويبدأ يدرس في الجامعات، ودي تكنولوجيا. تمام، البرامج هي سوفت وير، ما ينفعش واحد يهتم بالسوفت وير ويعمل التكنولوجيا، أو يهتم بالبيم وهو مش فاهم النظريات بتاعة العمارة أو نظريات الإنشائي أو نظريات الكهروميكانيكال حسب التخصص بتاعه. فلازم إحنا بنقدم للطلبة المنهج اللي يساعدهم على ان هم يلاقوا فرصة حلوة في سوق العمل. خلاص، موضوع الرسومات ثنائية الأبعاد ده المفروض بنبعد عنه ونهتم بال MD، مش بنتكلم على 3D أو 4D أو 5D، لا، أنت ممكن تدخل العدد لا نهائي من الأبعاد، ممكن تولد حصر، ممكن تعمل جدار زمنية، ممكن تطلع ال 2D مفيش مشاكل خالص، ممكن تطلع ال Facility Management، حاجات كتير جدا تقدر تصلحها وتستفاد منها لو انت تبنيت التكنولوجيا بتاعت البيم. في شركات كتيرة جدا بتبدأ تشتغل بالموضوع ده وحسوا بالفايدة بتاعته، بالذات الشركات الكبيرة حست فعلا فرق معاها جامد، فده بيسهل لك لما انت تتخرج ان انت تدخل في سوق العمل. طيب ايه اهم الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها؟ هنتكلم على التعاون، هنتكلم على الاستدامة، التصميم المتكامل، نظام البيم، دي أهم النقاط اللي موجودة في قلب البحث دوت. طيب إيه أهمية البحث دوت؟ إن أي مجتمع عايز ينمو لازم يهتم بالموارد البشرية، ما ينفعش يبقى عندك الناس مش متدربة ومش مؤهلين وتتوقع النجاح، لا، لازم يكون في تعليم وتدريب وثقة من قصة الجامعة خاصة ولا عامة، المهم إن أنت تخرج تكون فاهم سوق العمل، ممكن تكون جامعة خاصة بس تدرس فيها كويس، ممكن تكون جامعة عامة ويكون في مشاكل في التدريس، المهم ان انت قيمة كل امرئ ما يحسن، قيمة كل امرئ ما يحسن، تحاول ان انت تتقن الحاجة اللي انت بتتعلمها والحاجة اللي انت هتشتغلها. احنا عندنا فجوة كبيرة جدا سواء في التعليم العام والتعليم الخاص بين اللي بيتدرس وبين الحاجة اللي اتخرج، في جامعات كبيرة جدا بدون ذكر اسامي بيدرسوا لغة الفورتة اللي هي اتلغت اصلا، تدخل على موقع الشركة يقول لك احنا مش معترفين بيها، اتلغت. طب ليه ما نبدأش بلغة تكون مفهومة أو والناس تشتغل عليها؟ ممكن تبدأ مثلا بالبايثون أو بالسي شارب كلغة برمجة سهلة جدا ومطلوبة في سوق العمل، وممكن تبدأ مثلا بسكراتش، دي لغة برمجة لأطفال حضانة وابتدائي، وتفهم الفكرة وبعد كده تنتقل لحاجات أحسن، أو بي دبليو سي تي اللي هي بروجرامنج وذ كود تكنولوجي، والمخترع بتاعها محمود فايد مصري، فحاجة كويسة جدا إن احنا نتمنى حاجة زي كده. طيب خلاص، البيم أصبح حاجة أساسية في مجال العمارة والهندسة والتشييد، وبيتبنوها في دول كتيرة جدا بره، وأصبحت إجباري، يعني يقول لك أنت مش هتاخد موقع على المبنى غير لما تتبناه.
تمام. فالنقطة بس اللي احنا عايزين ننبه ليها ان البيم مش برمجات بس، هو الناس فهمت ان هو برمجات نتيجة الحملة اللي بيقودها شركات البرمجيات، بس لا هو جزء كبير جدا غير دوت. انت بتشوف جزء صغير لو ركزت عليه ثق ان انت مش هتعرف تعمل حاجة كويس، انما تفهم ان هو تكنولوجيا كبيرة جدا وبتاع قناة بمقلبها هتلاقي فيه حاجات كتير جدا بنتكلم فيها. فهو منهجية تصميم تخليك تشد أشياء في المشروع كله وتقدر تاخد القرار وتقدر تلاقي أي معلومة أنت عايزها في أي وقت. فهم في كذا تعريف زي استمان بيتكلم إن التكنولوجيا نموذجة مجموعة العمليات المرتبطة بها لإنتاج نماذج البناء والتواصل معها وتحليلها. والمعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين بيقول لك تقنية قائمة على نموذج مرتبط بقاعدة بيانات لمعلومات المشروع، فأنا عندي كل معلومات المشروع مجسمة. المعهد الوطني لعلوم البناء اللي ان اي بي اس بيقول لك ده تكنولوجيا تسمح لجميع مستخدمي نماذج معلومات البناء القدره على استخدام المعلومات بسهوله. لو انا عايز اخد قرار محتاج معلومات، المعلومات موجوده في البيم. طيب في برضو تعريف اخر لآل سميث، نمذجه معلومات البناء لاكثر ولا اقل من مقاربه الانظمه للتصميم او البناء او اداره او تشغيل او صيانه او استخدام او هدم او اعاده استخدام البناء. هو تجميع البيانات الموثوقه في تنسيقات بيانات الكترونيه منفرده ومتعدده. يعني انا اقدر استخدمه في التصميم في الاول خالص، في التنفيذ وانا ببني، في الاداره، في التشغيل، في الصيانه، وفي الهدم لو انا عايز اهدم المبنى او عايز استخدمه تاني اقدر استخدم نظام البيم. طيب جميل جدا. لو جامعه عايزه تتبناه لازم تبقى فاهمه فكره البيم وفاهمه ان هو مجموعه متكامله عباره عن تقنيات، عباره عن تبقى في ناس فاهمه البرامج، يبقى في أجزاء موجودة في بقية المناهج. يعني مثلا لو أنت بتدرس إدارة مشاريع أو بلانك تبقى عارف إن أنت تقدر تربطه بالمبنى، تربط الجدول الزمني بالنموذج بحيث إن أنت تبقى شايف المعلومة بتاعتك المقسمة، وتقدر عود البناء نفسها. يعني أنت بتدرس مادة اسمها عود البناء لازم تتغير، وحتى الآن بدأ الموضوع يتطور. الفيديك بدأ يبقى فيه جزء خاص بالبيم، العقود في بريطانيا برضو بدأت تنزل ورق خاص بالبيم لأن هو طبيعته مختلفة وأسهل في الشغل، فلازم يعمل له الحاجات الخاصة بيه. المواد التعليمية تبقى متطورة ومتوافقة مع البيم. طيب احنا عشان ننظم الشغل بتاعنا قسمنا المتعلمين للبيم واللي بيعلموا البيم وطيف التعلم. المتعلمين البيم اللي هم الناس اللي بيتابعوا قناة بيم أريبيا وبيتابعوا المعلومات اللي بتيجي والناس اللي شغالة في المجال، وفي معلمي البيم زي بيم أريبيا دول بيقدموا تعليم رسمي أو غير رسمي. رسمي المقصود بيها إن هو تابع للشركة أو مش تابع للشركة، بيقدموا تدريب، بيقدموا تطوير مهني. طيب في اللي هو تيف التعلم اللي هي المعلومات المفروض إن احنا نتعلمها زي بنود كفاءة البيم. طيب المنهجية بتاعة التطبيق، أول حاجة بنبقى محددين الأولويات اللي هي هتدرس إيه، الحاجات اللي هي المهمة للطلبة، السوق محتاج إيه، ويبقى فيه تقييم للطلبة. أقدر أنا فوجئت إن الطلبة كلها فاهمة البرنامج اللي إحنا هنشتغل عليه، خلاص ممكن نهمل البرنامج دوت أو يعني مش هنديله المادة كاملة لأن خلاص هم عارفين. أقدر الطلبة مثلا كلها عارفة الريفت ونفس أوركس أدهم لهم ليه ما دام هم كلهم عارفين بلا استثناء. طيب يبقى نركز على ايه، شرح اساسيات البيم والمصطلحات والفرق بينه وبين البرامج الاخرى والفوائد التطبيق بتاعته زي الحد من الافات، تحسين الكفاءه، تعزيز التعاون بين مختلف اطراف المشروع. ونبدا نختار ايه الدورات اللي ممكن نحط فيها البيم. يعني عندي منهج مثلا عن الاستدامه، طيب الاستدامه ده بياخد وقت كتير قوي عشان يعرف هل فعلا اتحققت ولا لا، هل كمية الأراضي الزراعية قريبة من الأراضي اللي تم البناء عليها ولا لأ. بالبيم ممكن بعمل بارامتر أو متغير يقدر يقول لي اتحققت ولا لأ ثواني. فأنا ببدأ أشوف إيه المواد اللي أنا ممكن أدخل فيها البيم وأروح مدخل فيها. طيب يبقى إحنا ممكن نقسم البيم لأربع مراحل أو 4 سنين أو 4 مستويات. في الأول خالص بنبدأ نوضح فكرة البيم وإيه هو البيم وإيه المبادئ الأساسية، إيه هو الوعي بتكنولوجيا البيم، وإيه هي قضايا التعاون. تمام، ممكن دي مثلا تكون في سنة أولى مثلا الترم الأول، بعد كده في الترم التاني نبدأ نحط له البروتوكولات أو المعايير
وازاي نعمل نقدر نولد ملفات الكوبي. بعد كده المرحلة اللي بعد كده بنبدأ نشوف موضوع التطبيق والتحليل والتقييم والتنظيم، والطلبة بيكون في مكان مثلا مشروع معين يبدأوا يشوفوه، ونقدر نشوف احتياجات الصناعة والاستفادة من البيم وبالظبط المهارات العملية. هم بقى المفروض إن هم يبدأوا يفهموا الفكرة ويبدأوا يدخلوا في إطار إن هم بيعملوا بيم بالتعاون بقى سنة نهائية، بنخليه هو يعمل مشروع تخرج كامل بالبيم ويطلع حاجة الطلبة اللي قبل كده ما اكتشفهاش. يعني كل سنة مش معقولة نديهم كل سنة اعملوا لنا مبنى بالبيم، لا المفروض أنا من وجهة نظري أديهم اللي الناس عملوه السنة اللي فاتت وأقول لهم طوروا عليه. يعني السنة اللي فاتت عملوا 3 دي، أنتوا عليكم تفهموا 3 دي وتضيفوا ال 4 دي، طيب وبعد كده تضيفوا ال 5 دي، السنة اللي بعد كده ضيفوا 6 دي. كل سنة بيستفاد من اللي قبل كده ويفهمه ويضيف حاجة عليه. لأنه هنفضل كل سنة نكرر نفس مشروع التخرج، الطلبة هتخرج مستواها مش كويس، لا لازم ياخد اللي قبل كده ويضيف عليه. وبنبدأ نشوف إيه أساليب التعليم المختلفة، وبقى في ورش مشاريع فيها معماري وإنشاء وكهروميكانيكا، بناخد مشروع ونبدأ نشتغل عليه. مشروع يكون مش مهم الحجم، المهم يكون أكتر من دور، تمام، على أساس يقدر يفهم ينقل إزاي من دور لدور، وإزاي العناصر بتطلع للدور اللي فوق وهكذا. وأهم حاجة يكون في التزام بروح البيم، مش بنحط الأرواح ولا حاجة، بس هي الفكرة كلها البيم لازم يكون في تعاون. لو مفيش تعاون هي مش في بيم خالص، انما في حد بيضرب من تحت لتحت ضرب تحت الحزام، لا ما فيش تبع الحاجات دي. وبنقدر نجمع الشغل كله في حزمة واحدة، وبنتعامل مع بعض كفريق كإخوة مع بعض، وبنبدأ نرسخ مع بعض بحيث المعماري يقول ايه الحاجة اللي هو محتاجها للإنشائي، والإنشائي كذا، وكارم كان بيقول له طب أنا محتاج مثلا مساحة ورا الحمامات وهكذا. بيبدأوا يفهموا، كل واحد بيفهم القسم التاني بيحتاج منه ايه، بيتعاونوا مع بعض، تمام. لو في اي عنصر رافض ان هو يتعاون خلاص، يعني ثق ان هو مش هينفع خالص ان انت تتبنى البيم، حاول تتبنى اي حاجة تانية. وبنبدأ ان المشروع النهائي بنحط بقى نعرفهم الوثائق ايه المطلوبة، الاي اي ار، ايه الحاجات اللي هم مطلوبة منهم ان هم يخرجوها. بنحاول نخرج اللوح بشكل جميل جدا، يعني بحيث ما فيش حد يقول لا ده الاوتوكاد احسن في الاخراج، لا البرامج بتاعت البيم بتقدر تطلع نفس اللي بيطلعه الاوتوكاد بحيث ان محدش يقدر يفرق بينهم، تمام. بعد كده بعد لو احنا عزمنا بالحاجات ديت، الطلبه تبقى فاهمه ايه هو البيم، الفوائد المحتمله، فاهمه المصطلحات، فاهم لغه البيم بحيث ان هو لو بيتكلم مع اي حد يقدر يرغي معاه، يعرف نطاق انشطه البناء للبيم والتأثيرات المحتملة البيم ممكن يعملها عملية البناء، عارف ايه البرامج اللي هو ممكن يحتاجها، عارف هو ممكن يدرس ايه بعد كده. طيب هل في صعوبة ممكن تحصل؟ اه ممكن تحصل صعوبة، يعني الناس هتسألك مثلا ازاي المنهج عندنا زحمة، ازاي نضيف مواد، اه هنقدر نواجهها، والتكنولوجيا البيم اسهل فالمنهج هيقل مش هيزيد، يعني في رغي كتير وعشو كتير، لا ممكن نلغي جزء كبير جدا ونقول الحاجة دي ممكن تتعمل البيم بطريقة أسهل بشكل فريدي. وفي ناس بتكون مثلا خدت خبرة، الناس دي مفيدة جدا لينا لأن هم ممكن يلاقوا على الشغل وممكن يرشدونا على أحسن الطرق. في بعض الأكاديمي ممكن يخاف من التكنولوجيا، لا هي التكنولوجيا سهلة جدا، سهل تتعلمها، سهل إن أنت تبقى قائد فيها. طيب في هل في جامعات بتدرس موضوع البيم؟ في كذا جامعة، منهم جامعة ميدلسكس للدكتورة نهى صليب، عنوان برنامج بيم مانجمنت، ممكن تدرسه عام أو عامين دوام جزئي. أنا لو حد شغال خليك في عامين، لو واحد فاضي ممكن ياخده في عام واحد. وفي تعلم عن بعد في ويست مينستر دي البيلدينج انفورميشن مانجمنت، نفس الكلام برضو بالنسبة لجامعة ميدلسكس. في سلفادور دي بتدرس بيم اند انتجريتد ديزاين، ده عام واحد او عامين ونص دوام جزئي، فيها الاثنين حرم جامعي والتعلم عن بعد. ليفربول طبعا مش بنتكلم على نادي الكوره اللي في محمد صلاح، احنا بنتكلم على الجامعه، بتدرس بيلدينج انفورميشن موديلنج عام واحد دوام كامل. ويست اوف انجلاند بيم اند ديزاين عام واحد او عامين لثلاث دوام جزئي وهكذا. طيب تقريبا التكلفة بتبقى يعني
6000 جنيه استرليني ل 12000 جنيه استرليني. طيب عشان نطور منهج البيم لازم يكون في منهج متوازن، تمام، ويكون تقدر تدرس الفكرة نفسها مش مجرد سوفت وير. الناس كلها مركزة على موضوع السوفت وير، وده اللي بيخلي الناس متبقاش فاهمة بيستخدم البيم أو برامج البيم كأنه بيستخدم أوتوكاد. دي بعض المراجع أتمنى إنها تفيدكم إن شاء الله، وهتلاقي رابط المجلة كلها أسفل الفيديو وإن شاء الله تعجبكم.